بسم الله الرحمن الرحيم. تبين أخيرا أن الكون مؤلف من نسيج من المجرات متوضعة على خيوط رائعة. يقول تبارك وتعالى: والسماء ذات الحبك. في هذه الآية يحدثنا القرآن عن النسيج الكوني أو الحبك، فقد قام العلماء بأضخم عملية حاسوبية في القرن العشرين، في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، بهدف رسم صورة مصغرة للكون. وكانت المفاجأة أن شكل الكون يشبه نسيج العنكبوت، فسبحان الذي أبدع هذا النسيج.